طيب خلينا اتفضلي. يعني عفوا للمقاطعه، بس لا ايه عشان برضو ما نطولش على الضيف العزيز اللي منورنا على التليفون، وبرضو نعرف منه الاستعدادات للمشاركه، وخلاص بقى بدء انطلاق الفعاليات نفسها. احنا معانا على التليفون دكتور محمد الامين، رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. يا دكتور محمد صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا فندم، واهلا بيك يا كريم. اهلا بيك. يا ترى يعني احنا كلنا متاملين خير ومتعشمين قوي ان احنا ان شاء الله بدايه كلام كده باذن الرحمن، باذن الرحمن نلاقي منتخب مصر لكره اليد في المربع الذهبي. توقعات حضرتك ايه يا فندم؟ الاول سيبني اعلق على يعني اللي قاله ضيفنا العزيز. اتفضل. فبقول ان فعلا هو اصاب جزئيه مهمه جدا، اللي هي ان احنا ما بين في حاله وسطى ما عدناش عليها كده، اللي هي يبقى جزء من المنتخب محترفين في الخارج وجزء أي. ثاني داخلي. وده احنا يعني بنناقش هذا الامر بقالنا فتره طويله، لان ازاي نعمل الانسجام ما بين الخارجيين اللي هو المحترفين والداخليين اللي هم المحليين اللي بيشتغلوا معاهم. فدي نقطه فعلا يعني علميه مهمه جدا، وده حاولنا بشتى الطرق ان احنا نعمل هذا الانسجام. يبقى معانا قاعدة بيانات مع اللعيبة الخارجية وتعرف كل حاجة عنها، وبحيث ان احنا في الفترة البسيطة اللي بيتجمعوا معانا فيها نقدر نصل للمستوى المطلوب لنا في اداء المباريات. انا بشكر يعني بشكر الضيف على الجزئية دي. تمام. الجزئية بقى ان احنا في مربعنا يعني نعمل ايه. احنا طبيعي شعبنا واعلامنا وحياتنا كلها اصبحت دلوقتي خلاص، يعني احنا ما فيش امامنا غير ان احنا بننافس على ميداليات. ما ينفعش نرجع نقول للناس تاني احنا عملنا، خصوصا بعد الدوره الاولمبيه تمثيل مشرف في طوكيو، ان احنا بنشارك. وبعدين يعني من 2001 احنا سبق وحققنا المركز الرابع في 2001، يعني احنا متاخرين جدا. كل المجالس اجتهدت، كل المجالس حطت في ذهنها انها توصل للهدف ده. نتمنى من الله ان شاء الله ان احنا نحققه السنه دي. اللاعبين قدر المستطاع، يعني احنا الاتحاد لم يبخل على المنتخب في اي شيء. احنا كل الاستعدادات اللي طلبها، اللي طلبتها لجنه الانتخابات والمدير الفني نفذناها. كان فيها صعوبه لكن احنا قمنا بكل الامور، سافرنا وجينا واستضفنا وكل ده استعدادا من بعد الامم الافريقيه اللي فاتت، واحنا بنستعد لهذا اللقاء. لا شك طبعا التفصيله يا فندم اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، مساله الغيابات المؤثره الى اي درجه، وحضرتك طبعا يعني اكيد ليك رؤيتك في هذا الاطار. احنا معانا يحيى خالد طبعا، يعني ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لنا تاني بالسلامه. لا شك ان هو قيمه كبيره جدا. أكيد. مش على مستوى مصر، على مستوى العالم طبعا. يعني لاعب من الطراز الاول، لاعب متميز. صحيح. يحيى اصابته كانت مشكله، خاصه انها جت في توقيت اعتزال كابتن احمد الاحمر. في نفس المكان وفي نفس المركز، لكن عندنا ان شاء الله مهاب من اللاعبين الواعدين المتميزين. ومعنا محسن ابراهيم، احنا بنجهز دول من فتره انهم يشغلوا هذا المنصب، المكان يعني المركز اللي هم بيلعبوا فيه. دايما البطولات بتبقى يعني ايه لحظه ميلاد نجوم جداد. صحيح طبعا. فاحنا بنعتقد يعني باذن الله ان احنا هنشوف اكتر من نجم في اكتر من مكان من شبابنا اللي احنا طعمنا بيهم المنتخب الاول، ودول في ذهننا من فتره وهم يعني معانا في المشاركات ومعانا في الاحتكاكات الخارجيه. وباذن الله كل طموحاتنا واملنا ان احنا نحقق بذلك. يا رب ان شاء الله، وباذن الله مكالمتنا الجايه مع حضرتك نكون بنهني بيها ان شاء الله بحصولنا على مركز متقدم في يعني في البطوله دي. احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر. حصولنا على ميداليه بقى ان شاء الله يا استاذ كريم. ان شاء الله. يعني احنا كلنا مشتاقين لفرح الشعب المصري كله. مشتاقين لكرة اليد انها تاخد حقها ومكانتها اللي بدأت من دكتور حسن مصطفى والتنظيم والمنظومة الجميلة، وتتابعت في مجالس مختلفة، كل واحد حاول بقدر استطاعته ان هو يعطي ما يمكنه للتطوير وللتحسين. ولكن هي طبعا يعني احنا شفنا بعض الاهتزازات وبعض الوقوع اكيد غير المقصود، ولكن في النهاية احنا كلنا بنسعى
لصالح مصر، وباذن الله ربنا يسعدنا جميعا بيها ان شاء الله. اللهم امين، اللهم امين. بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر، وتمنياتنا بكل التوفيق باذن الله لمشاركه منتخبنا في هذه البطوله وعوده بقى